لك أنا أحيانا أسأله وتعرف في من خلال نظرتك له، إذا كان يتولم بيروح ملعبه تعرف من نظرتك له إنه مهتم بالاحتفال هذا وغير مهتم، أو إنه كيف يكون مهتم؟ أنا سألته أكثر من مرة، يعني من الشعار اللي يحسب لهم حساب، ويحسب لكل الشعار حساب، لكن من الشعار اللي يركز على كثير اللي هو صياف. صياف الله يرحمه. أي والله، رغم انه في بداياته وقتها الظاهر كان صياف، ما ولا لا؟ لكن انا اقول لك اكثر من مره يكون رايح مناسبه في جده واقول له معك يقول صياف، ويثني على يقول صياف مو بسيط، يعني ما كان في شيء معين يذكره عن صياف؟ لا، لكنه دليل لما يقول لك هذا مو بسيط، يعني انه حاسب الحساب.